ايه عموما دكتوره منار غانم منورانا على التليفون، وهي اللي هتحسم لنا الامر ده، وهي طبعا عضو المكتب الاعلامي بالهيئه العامه للارصاد الجويه. دكتوره منار صباح الفل على حضرتك، واهلا بيكي معانا في 10 الصبح في الاهلي. صباح الفل على حضرتك استاذ كريم واستاذه نهاوند وكل الساده المشاهدين. صباح الخير عليكي. واحنا سمعنا ان الشتاء فاضل له 33 يوم تحديدا، الكلام ده مظبوط كده؟ بالفعل ان شاء الله متوقع ان شفت الدقه يعني الشتاء. يا سيدي بس عاملين ازاي بقى ال 33 يوم دول يا دكتوره منار؟ هو يعني فصل الشتاء هينتهي 20 مارس، فده الطبيعي ان هينتهي 20 مارس، الربيع هيبتدي 21 مارس، فتقريبا شهر شهر ويومين او اقل كمان يبتدي فصل الربيع ان شاء الله وينتهي فصل الشتاء. يمكن احنا لسه في شهر فبراير، شهر فبراير في انخفاضات في درجات الحراره، لكن احنا خلال هذه الايام بنشهد ارتفاعات طفيفه في درجات الحراره. صحيح. خاصه فتره النهار بنلاحظ كمان في زياده لفترات سطوع اشعه الشمس. يمكن احنا خلال هذه الايام ويمكن تحديدا اليوم العظمى على القاهره الكبرى 21 درجه مئويه فتره النهار. صحيح. خلال الاسبوع الماضي كنا بنسجل 16 و17 درجه مئويه، فحصل صح. خلال هذا الاسبوع ارتفاع في درجات الحراره فترات النهار وفترات الليل. فترات النهار الاجواء بتكون معتدله على اغلب المناطق الشماليه، السواحل الشماليه، الوجه البحري، القاهره الكبرى. صحيح. اجواء مائله للدفء على شمال الصعيد وجنوب سيناء، اجواء دافيه خلال فتره النهار على جنوب الصعيد. المناطق الجنوبيه بتبقى طبعا اعلى درجات حراره من المناطق الشماليه. طب. خلال فترات الليل مع غياب اشعه الشمس بيحصل انخفاض ملحوظ في درجات الحراره، خاصه ساعات الليل المتاخر فتره الصباح الباكر، رغم ان درجات الحراره فتره الليل بدات تتحسن. يعني احنا الاسبوع الماضي كنا بنسجل 8 درجات خلال فتره الليل، الاسبوع ده بنسجل 11 و12 درجه مئويه، لكن احساسنا بالطقس بيكون بارد لشديد البروده خلال فتره الليل، خاصه ساعات الليل المتاخر فتره الصباح الباكر. الصقيع ما زال يتكون على المزروعات الموجوده في وسط سيناء نتيجه انخفاض درجات الحراره فتره الليل لاقل من 5 درجات، بالاضافه كمان فتره المساء الساعات الاولى من الليل بيكون في نشاط نسبي للرياح بيخلينا نحس اكثر بانخفاض درجات الحراره وبروده في الطقس. الظاهره الجويه المؤثره معانا يمكن تكونت اليوم وعلى مدار باقي ايام الاسبوع ان شاء الله هو تكون لشبوره مائيه فتره الصباح الباكر، ساعات الليل المتاخر على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، وبتؤدي لانخفاض في الرؤيه الافقيه، لكن كثافه الشبوره المائيه بتختلف من يوم ليوم، عشان كده مهم جدا قائدي مركبات مسافرين على طرق فتره الصباح الباكر لازم تكون القياده بهدوء تام، نتبع كافه تعليمات المرور، نشغل كشافات الشبوره الموجوده في السيارات. فرص الامطار خلال هذا الاسبوع هي فرص امطار خفيفه جدا غير مؤثره تماما على اي اعمال انشطه يوميه، وتنحصر فقط في المناطق الساحليه المطله على البحر المتوسط. يمكن اليوم متوقع تكون على السواحل الغربيه، غدا هتكون على السواحل الشماليه كلها، لكن في مجملها غير مؤثر تماما، والفرص ضعيفه كمان ممكن لاحظها في اماكن، في الاماكن الاخرى لا. بصفه عامه على مدار هذا الاسبوع ان شاء الله في استقرار في الاحوال الجويه، فتره النهار العظمى على القاهره الكبرى 21 20 درجه مئويه فتره النهار، فترات الليل ما بين ال 11 وال 12، مفيش اي يعني قلق من اي ظواهر جويه ان شاء الله خلال هذا الاسبوع، بس مهم جدا ما ننخدعش في فتره النهار ونغير نوعيه الملابس بشكل كبير. مهم فترات الليل متاخر فتره الصباح الباكر نحافظ على ارتداء ملابس استويه ثقيله. جميل، احنا بنشكرك دكتوره منار على وجودك معانا، جزيل الشكر.